نعم، بالأمس مساء الأمس أعلنت وزارة الصحة إصابة امرأة قادمة أيضا من إيران عن طريق دبي، وصباح اليوم تم تسجيل 6 حالات جديدة ليصبح الإجمالي في مملكة البحرين هو 8 حالات مصابة بكورونا، وكما ذكرتم من بينها 4 نساء سعوديات قادمات من إيران عن طريق دبي. وزارة الصحة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكد من ظهور أعراض الفيروس يتم نقلهم فورا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة. كما أن هناك حملات توعوية مستمرة وهناك خط ساخن للإبلاغ عن أي حالات مشتبه بإصابتها. نعم، إذن حدثينا أكثر زميلتي سارة عن يعني كيف هو التنسيق بين وزارة الصحة السعودية والصحة البحرينية. بطبيعة الحال بالتأكيد قامت وزارة الصحة البحرينية بالاتصال بالسفارة السعودية والتنسيق مع وزارة الصحة السعودية، وتنوه الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتباع البروتوكولات اللازمة المتبعة يعني التي دعت إليها منظمة الصحة العالمية للوقاية والعلاج من هذا الفيروس.